سعيد بالمنتخب بتاعنا، والمنتخب بتاعنا بادئ بخير الحقيقه، ويقدر يلعب في اول بطوله ويفوز بثلاث ميداليات، 2 فضيه وواحده بوزيه في تنس طاوله. لكن الحقيقه احنا سعيدين بهذه المشاركه، ولكن حضراتكم ان احنا في وزاره الشباب والرياضه حاطين كل الامكانيات، جميع الملاعب، جميع القاعات، جميع الصالات على مستوى مصر كلها، في اي مكان، في اي ادوات رياضيه مطلوبه تحت امر هذا الاتحاد، لان الاتحاد الحقيقه تم تشغيله اخيرا، وانا يعني عندي امال كبيره جدا فيه، لان فعلا مجموعه العمل اللي الاتحاد الرياضي العام للتنميه بجد شيء مبشر جدا، واستطيع ان ينقل هذا الاتحاد الى مستوى ثاني. فانا بقول لحضراتكم ان الحمد لله وزاره الشباب والرياضه ليها على مستوى مصر كلها في جميع الاماكن في بنيه اساسيه رياضيه متميزه جدا، نستطيع ان ندعم كل الامكانيات بتاعت وزاره الشباب والرياضه على اي مستوى، واللي بيمارس فيها المنتخبات الاولى بتاعتنا والقريه الاولمبيه وكل ما يريده الاتحاد الاعاقه الذهنيه من وسائل التدريب موجوده ومتاحه في اي وقت، موجود حمامات السباحه، القاعات، الصالات، كل حاجه تحت امر الاتحاد.